3 أسابيع انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم، وبلغ عدد من تلقى الجرعة الأولى أكثر من 20,000 شخص. لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في تلقي اللقاح، بدأ اليوم التشغيل الرسمي والفعلي لقاعة رقم 6 في مركز الكويت للتطعيم. الصالتين يستوعبون ما يزيد عن 20,000 شخص مطعم بين مواطنين ووافدين. اليوم على وجه التحديد، لأن راح تكون الجرعة الثانية لفئات الطاقم الطبي وموظفي وزارة الصحة، هذا بالإضافة إلى الناس الكبار في السن ومن لديهم أمراض مزمنة وموفري الخدمات الأساسية والصفوف الأمامية. قاعة رقم 6 تحتوي على 149 وحدة للتطعيم. الطاقة الاستيعابية في اليوم الواحد تصل إلى 10,000 شخص. كل وحدة تطعيم تطعم تقريبا شخص كل، أو عفوا 6 أشخاص في الساعة، فقاعد نتكلم عن تقريبا 1500 شخص في الساعة تستوعبها قاعة رقم 6. بالنسبة يعني إذا خذيناها على ساعات العمل، يعني ممكن أن تتضاعف هذه الأرقام بشكل يعني مضطرد حسب الحاجة. الفئات التي تلقت الجرعة الثانية أشادت بحسن التنظيم وآلية العمل المتبعة، فبعد تلقيهم الجرعة الثانية حصلوا على شهادة التطعيم. طبعا خلصنا الآن من الجرعة الثانية الحمد لله، ومباشرة تم إرسال شهادة التطعيم واستكمال الجرعتين. طبعا ما شاء الله، يعني أنا قاعد أشوف التنظيم أكثر من رائع. وصلتني رسالة، هذه الرسالة تتكون من رابط لشهادة التطعيم، وفيها البيانات الشخصية، الرقم المدني، وكذلك الاسم الثلاثي ورقم الهاتف اللي تصل عليه الرسائل بشكل عام، كذلك تاريخ الجرعة الأولى وتاريخ الجرعة الثانية. مجرد من الدخول للخروج 10 دقائق، وعلى طول أول ما أخذت الجرعة وصلني المسج بشهادة التطعيم. بما أن احنا طوارئ طبية من الصفوف الأولى، أكثر الناس المعرضين للإصابة، أخذنا الجرعة الأولى والثانية والحمد لله رب العالمين. جاري العمل على تجهيز موقعين لمركز التطعيم في الجهراء والأحمدي، فمن المتوقع الانتهاء منهما قريبا. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.